سوق الأوراق المالية في أثينا تواجه خسارة قاسية لم تشهدها منذ 87 و900 ألف بأكثر من 10%. خطر الانتخابات البرلمانية المبكرة ربما في كانون الثاني يناير بعد قرار رئيس الوزراء سماراس الاندفاع نحو انتخابات رئاسية مبكرة أثار الذعر في صفوف المستثمرين. المحلل اليوناني يقول: إذا كان المستثمر الدولي يعرف أنه في بلد بمخاطر عالية مثل اليونان يمكن أن تجرى فيه انتخابات مبكرة وليس هناك ما ينبئ بالنتيجة، فإن الخيار الواضح هو البيع والخروج. البرلمان صادق أمس على موازنة أفصحت عن توقعات بتوسع الاقتصاد اليوناني بنسبة 2.9% في عام 2015، فيما تكهنت بتراجع الدين الحكومي العام بواقع 6 نقاط تقريباً.